في معرض القاهرة الدولي للكتاب يشارك أكثر من 1050 ناشر مصري وعربي وأجنبي. عن أوضاع الناشرين وحالة النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب لنا لقاء مع دكتور أحمد مهنا مدير دار نشر دون. دكتور أحمد أهلا بيك معنا في برنامج أطياف. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومنورين معرض القاهرة الدولي للكتاب. دكتور دون، دار نشر بتتسم بالشبابية وان اعمالها بتلقى رواج وانتشار لدى نقول المراهقين والشباب، لكن مع رواياتكم الجديده ابتدى في تغير في الاتجاه، وان انتم عايزين تجتذبوا القارئ المهتم بعالم الادب الرصين نقول. في الحقيقه دون يعني من اليوم الاول وهي كانت عينيها على الشباب فعلا، سواء الكتاب الشباب او القراء الشباب. ركزنا على القراء الشباب بشكل كبير ان احنا نقدر نوصل لهم ونقدر ان احنا نطور معاهم عادة القراءة، لان هي القراءة عادة، يعني هي بتحتاج نوع من انواع التدريب، ان انا ابدا اقرا من وانا صغير وتابع الموضوع لحد ما ابدا احس ان هو بقى تحول الى عادة في يومي يعني. فاحنا كنا مركزين على ده من اليوم الاول، لكن كان دايما عندنا الخط الموازي، يعني عندنا اصدارات الشباب بشكل كبير موجودة، لكن كان برضو استاذ بهاء طاهر موجود، كان معانا، كان الدكتوره سلوى بكر كانت موجوده معانا، كان معانا الاستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه يعني. فكان دايما في الخط اللي هو يعتبر بيمثل الشباب والخط اللي بيمثل الاعمال الادبيه والفكريه الرصينه. مجال الترجمه مجال المعرض بيقول ليه اهتمام كبير والدوله المصريه مهتمه بيه بشكل خاص، الترجمة أخبارها إيه في دون؟ إحنا في دون على مدار الثلاث سنوات اللي فاتوا ترجمنا ربما أكتر من 100 كتاب، السنة دي عندنا 25 كتاب مترجم، ما بين تطوير الذات وعلم النفس وما بين فلسفة وما بين روايات. عندنا رواية حلوة جدا مثلا السنة دي اسمها المتجول، ودي رواية فايزة بجائزة عالمية، جائزة بوليتزر، ورواية بديعة جدا في اسلوبها، واحنا مبسوطين ان احنا بنقدمها للجمهور المصري والعربي. وعندنا يعني تنوع كبير جدا في الاصدارات تحديدا في الترجمة وكمان الاصدارات العربية اللي صادرة عن الدار. تقول ايه للشباب اللي يعني عنده تخوف ان هو ينزل المعرض او ما جربش تجربة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ الشباب اللي مش من رواد المعرض تقول لهم ايه؟ تنصحهم بايه؟ اقول لاي حد ما جاش معرض الكتاب قبل كده او مش متعود على عاده القراءه ان احنا بنعيش مره واحده. العمر قصير. نعم. رغم طوله حتى لو عشنا 100 سنه. مع كل صفحه بنقراها احنا بنعيش مرتين. فاتمنى ان اي حد قادر ان هو يزور معرض الكتاب او ان هو يقرا كتاب ان هو ينورنا، وهيلاقي حاجة تعجبه وحاجة تناسبه إن شاء الله. بنشكر حضرتك في نهاية اللقاء وبنشكر تواجدك معنا في برنامج أطياف. شكرا لحضرتك جدا ونورتونا. في نهاية اللقاء بنشكر دكتور أحمد مهنا الناشر المسؤول عن دار دون.